Bonjour les élèves, aujourd'hui on va continuer le chapitre puissance et énergie. On va faire un petit exercice, application à propos de l'énergie et du puissance. Exercice 7 du livre. On considère deux lampes L1, 3,5 volts, 350 milliampères, et L2, 6 volts, 100 milliampères. Anna, lampe TEN. لمبه مكتوبه عليا 3.5 فولت 350 ملي امبير. نحن اتفقنا انه بس نشوف هذا المنظر بارانتيز مكتوب بقلبه ارقام فولت او انتنسيتي او بويسانس، شو بنسميهم هيدول؟ بالعادي بنسميهم تنسيون نومينال، بكون مكتوبه على اللمبه وهيدي انتنسيتي نومينال. اوكي، يعني اللمبه بحاجه لهالقد امبير تشتغل، وهي تشتغل على 3.5 فولت، واللامب L2 6 فولت 100 ملي أمبير. طيب شو عم بيقلنا هلأ بعد ما عطانا كل لمبة شو مقيدة عليها؟ لمبتين عندي. لاكيل دو دو لامب كونسوم تيل لو بلو دو بويسانس ان فونكسيونمون نورمال؟ طيب كل لمبة بدها تشتغل، أي واحدة بتستهلك جهد أكتر تتشتغل؟ يعني أنا شو بدي طلع؟ بدي طلع البويسانس كونسومي. طلعوا شو معي؟ عندي هيدي L1 وعندي هيدي L2، كل واحدة مين هي اللي بدها جهد أكتر لحتى تشتغل أكتر؟ مش لحتى تشتغل أكتر، لحتى تشتغل. أي واحدة بحاجة لجهد أكتر لحتى تشتغل؟ يعني نحن بدنا نطلع الجهد، يعني نحن بدنا نطلع البويسانس كونسومي. ما حدا قال لي خسارة، ما حدا جاب لي سيرة، لا، قديش بدها جهد، قديه بتستهلك جهد تتشتغل. يعني نحن شغلتنا هلا نطلع البويسانس كونسومي. أوكي، هذا هو الهدف. خلينا انا وياكم نكتب هون شو الهدف. بدنا نطلع البويسانس P1 حسميه كونسومي، مستهلك الجهد اللي بتستهلكه اول لمبه، وبدنا نطلع الجهد اللي بتستهلكه تاني لمبه، ونشوف اي جهد، اي وحده استهلكت جهد اكثر. يعني بدنا نشوف اي P1 اكبر من P2 ولا P2 اكبر من P1. هيك يعني لاكيل دو دو لامب كونسوم بلو دو بويسانس. بس يسالني اي وحده بتستهلك جهد اكثر، انا علي طلع الجهد تبع اول لمبه والجهد تبع تاني لمبه وقارنهم، شوف مين اكبر ومين اصغر. فاذا هيدي اسمها تنسيون نومينال، هيدي اسمها انتنسيتي. هيدي الانتنسيتي عاطيني اياها بالملي امبير، اذا لاحظتوا منو عاطيني اياها بالامبير. فانا مجرد ما شفت هالمنظر دغري لشو شو اليونتي المعتمده للانتنسيتي؟ امبير. من ملي امبير للامبير هيدي المفروض تكون حفظناها ديفيزي بار ميل. والتاني لمبه نفس الشيء. هلا اول شيء خلينا نطلع البويسانس كونسومي لاول لمبه، يعني بي ان. شو بعرف البويسانس كونسومي؟ شو القاعده؟ او فوا اي. انا بما اني عم بحكي عن ال ان فسميتها بي ان ايغال او ان فوا اي ان، يعني 3.5 فولت فوا 0.35 امبير. ما فيني اقول فوا 350 ملي امبير، بتطلع عندي اليونيتي تبعت البويسانس غلط، لانه انا بعرف انه الاو بالفولت والاي بالامبير. على هذا الاساس هيدي بتطلع عندي بالوات. اذا كانت هيدي ملي امبير حيطلع هون عندي اليونتي غلط، فانا مضطره على طول اني اشتغل على الامبير وعلى الفولت تطلع عندي البويسانس اليونتي لها وات. اوكي، اذا طلعت الجواب 1.225 وات. تعالوا نطلع على تاني لمبه. تاني لمبه بي 2 ايغال او 2 فوا اي 2. قديش الاو 2؟ هي 6 فولت. والاي 2 هيدي كمان مسكتها وحولتها ديفيزي بار ميل مثل ما عملت هونيك، تطلع عندي 0.1 امبير، كمان مفروض يكون امبير فولت تطلع هيدي وات. يلا تعالوا تنشوف اي اكبر. فاذا اول لمبه ال ان استهلكت جهد بي ان ايغال 1.2، واللمبه ال 2 استهلكت جهد 0.6. مين بذلت جهد اكثر؟ ليك هو 1.2 اكبر من 0.6. فاذا اول لمبه استهلكت جهد اكثر من ثاني لمبه لحتى اشتغلت. فاذا اول لمبه بتستهلك انرجي اكثر، يعني بتستهلك جهد اكثر من تاني لمبه لحتى تشتغل. بما انه استهلكت جهد اكثر يعني تعبت اكثر لحتى اشتغلت، يعني اكيد خسرت انرجي اكثر. طيب على نساو بدنا نعمل نيميرو 8. سيش شيفو يعني سيشوار بورت لي زانديكاسيون سويفون. نحن بنعرف انه كلمة انديكاسيون صرنا نعرف شو معناتها، هي عبارة عن شيء بيكون مكتوب على الاباري الكتريك، على اللمبة او على اي شيء. هالشيء اللي عم نحكي عنه هون هو سيشوار، مكتوب عليه 220 فولت، مكتوب عليه 1500 وات.
Que signifient ces indications? شو معناتهم هدول الانديكاسيون؟ نحن صرنا نعرف نشتغل هيدي الشغلات، مجرد ما شفنا مكتوب هيدا الشيء على السيشوار، معناتها 220 فولت هي تنسيون نومينال، وهيدي بالوات، يعني هيدي بويسانس نومينال، فإذا هيدي تنسيون نومينال، هيدي بويسانس نومينال، هيدا المنظر اللي هون اسمه انديكاسيون، هيدا مكتوب، بيكون مكتوب على الأباري إلكتريك. بس تشوفوا منظر بارانتيز مكتوب عليه شغلات بالفولت بتكون تنسيون نومينال. شو يعني نومينال؟ اتفقنا قبل هي بتكون خاصة لهالسيشوار، والتبويسانس نومينال هيدي البويسانس الخاصة له لحتى يشتغل مكتوبة عليه. هيك يعني انديكاسيون. طيب بارتي بي شو عم بيقول؟ عم بيقول لك كيلي لانتانسيتي. شو يعني كيلي لانتانسيتي؟ يعني انا مين بدي اطلع؟ ايه دو كورون كي سيركول دون لاباري اون فونكسيونمون نورمال. شو هي لاباري؟ هي سيشوار. طب عطيني التنسيون وعطيني البويسانس، بدو الانتنسيتي. كتير سهل، شو الرابط بين البويسانس والتنسيون والانتنسيتي؟ هيدي بويسانس نومينال. شو يعني بويسانس نومينال؟ يعني او بسميها انا شو اللي بتكون مكتوبة على الاباري الكتريك؟ البويسانس نومينال تاعته يعني هي البويسانس كونسومي، البويسانس اللي هو المفروض الجهد المفروض اللي يستهلكه السيشوار لحتى يدور، هي اسمها بويسانس كونسومي او بويسانس نومينال نفس الشيء. فإذا هيدا شو يعني بويسانس كونسومي للسيشوار؟ يعني الجهد اللي لازم يستهلكه السيشوار لحتى يدور. طيب تعالوا شو الرابط بين اي و بي؟ انا بدي اطلع الاي، انا بعرف انه بي ايجال يو فوا اي، هيدي البويسانس كونسومي. طب انا بدي اي، برسم التريانجل اللي انا تعودت عليه، هون بي هون يو هون اي، انا مين بدي اي؟ اي ايجال بي هون ديفيز هون ديفيز، وهون من تحت بتكون فوا اي ايجال بي سور او. يعني معي البي 1500 وات على 220 فولت، حيطلع عندي 6.8 امبير. فاذا السيشوار بده انتنسيتي 6.8 امبير لحتى يشتغل، يعني بده انتنسيتي عاليه. مشان هيك انتو بتشوفوا اذا شغلتوا اشتراك على 5 امبير ما بدور السيشوار على الحامي، او اذا شغلتوا على 3 امبير هو بحاجه لانتنسيتي كبيره لحتى يشتغل. طيب النيميرو الاخير اللي نحن حنشتغل فيه هو نيميرو 9، كمان تري فاسيل على نفس النسق. عندي اليوستر كومبورت، اليوستر يعني التريا بقلبها لانا بصغار، قد ايه بقلبها كام لامب صغيره هيدي التريا؟ اليوستر بقلبها 15 لامب، على كل مونتي اون ديريفاسيون اي بورت ان شاكون، كل لامبه مكتوب عليها 220 فولت 40 وات. هدول انديكاسيون، بس تقولوا مكتوب على اللمبه شو بسميهم؟ انديكاسيون. عم بيقول لك كيلي لا بويسونس توتال كونسومي بار لو ليستر. طيب انا شو معي؟ معي هيدي الانديكاسيون لشاك لامب، كل لمبه عاطيني البويسونس لها 40 وات، وعاطيني التنسيون لها 220 فولت. هيدي كل لامب، يعني شاك لامب. طب الليستر كلياتها قد ايه البويسونس تبعتها؟ يعني كل لمبه صغيره محطوطه بالتريا بتستهلك جهد 40 وات لحتى تدور لحتى تشتغل. طب اللوستر كلياتها قد ايه بتستهلك جهد لحتى تدور كلها؟ شو بعمل؟ اللوستر متألفة من 15 لمبة، فإذا كل لمبة طلعوا شو حنعمل الريجل دو تروا، كل لمبة قد ايه بدها بويسانس لتشتغل؟ قد ايه بتستهلك جهد؟ 40 وات. طب ال 15 لمبة قد ايش بيستهلكوا جهد تيشتغلوا؟ 15 ريجل دو تروا، 15 fois 40 divisé par 1، فإذا 15 fois 40 600 وات. فإذا اللمبة الواحدة بالتريا هي بدها جهد، بدها بويسانس 40 وات، أما اللوستر كلياتها اللي هي متألفة من 15 لمبة بدها 15 fois 40، إذا كل وحدة 40 أنا معي 15 وحدة بضربهم ببعض 600 وات. التريا كلياتها بويسونس اللي بتستهلكها لتشتغل هي 600 وات، فيكم تستعملوا الريجل اللي تروها مثل ما انا عملت هون. طيب البارتي بي شو عم بيقلي بالبارتي بي؟ عم بيقلي بالبارتي بي كالكولي ان كيلواتور و ان جول لانرجي كونسومي بوندون 2 اور. انا بدي انرجي يعني بدي او، حطينا الهيبوتيز دو فونكسيونمون. عم بيقول لي طلع لي الانرجي اللي بتستهلكها هالتريا ها خلال ساعتين. طب ما التريا بتبذل جهد لحتى تضوي، يعني بتعمل بويسانس البويسانس اللي بتستهلكها هلا طلعناها 600 وات. طب بساعتين قديش بتكون صرفت انرجي اذا ضلت عم تبذل جهد 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 لحتى تدور؟ بتكون عم تصرف انرجي. طب قديش هالانرجي؟ بكل بساطة
أنا بعرف إنه الإنرجي إيغال بي فواتي. في غير قاعدة، حدا قال لي هون في بيردو إنرجي ديسيبي، لا حدا قال لي إنرجي بيردو، لا ما حدا جاب لي سيرة، هني قالوا لي بدي إنرجي كونسومي. أنا شو بعرف على جنب؟ بعرف لو بويسانس كونسومي بتساوي U فوا إي، صح؟ وبعرف الإنرجي كونسومي لأي أباري إلكتريك، الأباري هون هي اليوستر، هي بي كونسومي فوا طن. ما نحن اتفقنا كل ما أنا بذلت جهد أكتر بوقت أطول، كل ما بكون صرفت إنرجي أكتر. يعني مثلا أنا حاملة كتسة كتب كبيرة، كل ما حملتهم نص ساعة تعبت صرفت إنرجي، حملتهم ساعتين تعبت أكتر كون صرفت إنرجي أكتر. فإذا على طول الإنرجي مرتبطة بالجهد اللي بعمله وبالوقت اللي أنا بكون عم بعمل فيها الجهد. فإذا إنرجي كونسومي هي بويسانس كونسومي فوا طن. أداة البويسانس كونسومي هلأ طلعناها من شوي لكل اليوستر لكل التريا هي 600 وات. قديش الطن عطيني؟ 2 زر. فإذا بكفي يقول 600 فوا 2 زر حيطلع عندي 1200 وات أور. طب هو ما بده بالواتر، بده بالكيلو واتر. طب نحن حافظين من الواتر للكيلو واتر ديفيزي بار ميل، من الوات للكي عفوا من الكيلو وات للوات، هيدي هي قاعدة هون فوا ميل، وبالقلب هي ديفيزي بار ميل. أنا عم بشتغل من الواتر للكيلو واتر، يعني أنا عم بمشي هيك، يعني ديفيزي بار ميل. فإذا الجواب اللي طلعته بقسمه على ألف بيطلع عندي 1.2 كيلو واتر. هات بكون طلعنا اول يونتي. طب هو بده اياها بالجول، شو يعني جول؟ تعالوا نحط له هون ريمارك على جنب، الجول هي ذات الوات سيكوند. يعني انا بدي احول اي وحده، بدي استعمل اي وحده بحط ايدي عليها تحول منها ها ولا ها، هي اهين. انا طلعت معي الانرجي ب 1200 واتر، بكفي اني احول من الواتر، معناها بدي احولها لجول، يعني بدي احولها لوات سيكوند، يعني بدي احول من الواتر للوات سيكوند. اذا حولت للوات سيكوند بكون طلعت الجول، لانه الوات سيكوند هي ذات الجول. تعالوا تنحول من الواتر للوات سيكوند، وات وات ما في هون تحويله، ار لسيكوند، من الار لسيكوند فوا قد ايه؟ ما الساعه 3600 ثانيه. فاذا من الار لسيكوند بكفي اني اضرب 3600، بضرب هيدا الجواب ب 3600 بيطلع عندي هيدا الجواب وات سيكوند. برجع بقول له الوات سيكوند هي ذات الجول، هي ذات الجول. اوكي برجع بنقل الرقم هو ذاته وبحط حده جول. فاذا انا شو بكون طلعت هون؟ بكون طلعت الجواب بالواتر، هي اول تحويله. بكون حولتها للكيلو واتر، قسمت على الف، هي تاني تحويله. ورجعت من الكيلو واتر حولت للوات سيكوند، ضربتها ب 3600. مش هيدي اللي ضربتها، هيدي اللي ضربتها هون. ليش لا استعملها طريق اطول، بستعملها طريق اقصر، من الواتر للوات سيكوند، ليكو من الواتر للوات سيكوند ضرب 3600. رجعت انا عملت كمان تحويلي من الواتر للكيلو واتر، اول شيء هون من الواتر للكيلو واتر صمت على الف، هول خلصوا. رجعت حولت من الواتر للوات سيكوند ضربت ب 3600. هيك بكون حولت، عملت دي واتر كيلو واتر وات سيكوند اللي هي ذاتها الجول. هيك بيكون خلص الاكزرسيس، تري فاسيل وتري تري زامبورتون. هيك بنكون خلصنا شابيت مع اكزرسيساته ولليوم. ميرسي بوكو.